السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من درس ليكواسيون دون دغوات دون لو بلون. غادي نشوفوا هذا الجزء لا كونديسيون دو باراليليزم دو دو دغوات ولا كونديسيون دورتوغوناليتي دو دو دغوات وكذلك دي زابليكاسيون سور سيت لوسون. Condition de parallélisme de deux droites, on a la propriété de Gould, soit deux droites D et D' d'équation respective Y est égal à AX plus B et Y est égal à A'X plus B'. Hada huwa le coefficient directeur ou la pente, ou hada huwa l'ordonnée à l'origine. On a kadalik A', coefficient directeur, ou B' l'ordonnée à l'origine. Propriété de Gould, il a عندنا A ou A'. إذا كان A est égal à A', alors D est parallèle à D'. يعني إذا كان عندهم le même coefficient directeur, بقطع النظر على هذاك B و B', راه ils sont parallèles. Ou la réciproque كذلك est vraie. يعني إذا كان عندنا D و D' parallèles, alors les coefficients directeurs sont égaux. هذا هي la condition de parallélisme de deux droites. هادي تتسهل علينا نبينو بانه دو دروات سون باراليل بخلاف الا كنا تنديرو لا ديمونستراسيون في لا جيومتري العاديه كتكون شي شويه ديال الصعوبه وديال التعقيد. شوف واحد اكزومبل عندنا هنا لا دروات 2x بلس 1 ولا دروات ديكواسيون y ايكال 2x موان 3. يعني اش اللي بيناتهم هما 2 هادي عندها الكوفيسيون ديريكتور 2 وهادي عندها الكوفيسيون ديريكتور 2 يختلفوا غير في لوردوني على لوريجين اللي هو 1 وهذا عنده موان 3. هنا فاش غادي نرسموا هاد الضغوات انطلاقا من دو بوين، دو بوين تنعطيو 0 تيعطيني 1 وتنعطي هنا الاكس 1 تيعطيني 3 وغادي نرسموهم تو سامبلومون. كذلك نفس الشيء بالنسبه للدي بريم، غنعطي 1 غادي يعطيني 2 فوا 1 موان 3 هي موان 1، 1 موان 1 غادي نجي هنا غادي نرسمها، وهنا 2 1 غادي نعطي 2 هي 4 موان 3 غادي تعطيني او رسمها. هنا تيتبين لنا بانه اي دغوات دي اي دي بريم سون باراليل. نشوفوا لا كونديسيون دورتوغوناليتي دو دو دغوات. البروبريتي دي سوا دو دغوات دي اي دي بريم ديكواسيون ريسبكتيف اي دراغ اي تيغالا ا اكس بلس بي اي غراغ اي تيغالا ا بريم اكس بلس بي بريم. عندنا الا كان لو برودوي des coefficients directeurs est égal à moins 1, alors les droites sont perpendiculaires. Ou la réciproque est vraie. Si D est perpendiculaire à D', alors A fois A' est égal à moins 1. Donc, nous avons l'équivalence. Il y a la condition, D perpendiculaire à D', ou il y a D perpendiculaire à D'. راه A فوا A' إيكالا موانز. وهاد الشيء كذلك تيسهل علينا نبينو لوغتوغوناليتي بخلاف لا جيومتري اللي شفنا في الدروس السابقة. يعني لا جيومتري أناليتيك ملي تنستعملو لي كوردوني كتسهل علينا بزاف ديال لي ديمونستراسيون. هنا عندنا ليكزومبل ديال دغوات دي اللي شفنا اللي عندها 2x موان 3 هي هادي، تنعطيو لا A X تنعطيو 0 تيعطيني موان 3 ها هو لو بوان A، وتنعطيو X 1 تيعطيني موان زا، يعني 1 موان زا ها هي ها هو لو بوان B، كنقدرو نرسمو لا دغوات B. وهنا عندي موان زا 2 X و B في أو B في 0، يعني لا إلا كان عندك B في 0 تيكون لا دغوات باس بار لوغيجين، يعني ديما تتشد لو بوان O 0 0 وتتاخد شي بوان آخر. طبيعة الحال هو مثلا هنا خدت 2 عطاني 2 فوا موان زان 2 مي عطاني موان زان، يعني دروكا اش عطاني موان زان، يعني 2 موان زان ها هي ها هو لو بوان دي. رسمناه وتيبين بانه هنا راه هاد لي دغوات دي دي بريم سون بيربونديكولار في واحد لو بوان اي، لانه عندي 2 دابا عندي اش اللي عندي هنايا 2 فوا موان زان دومي ايتيغالا موان زان. يعني هاد لا كونديسيون فيريفيي، يعني خص يكونوا لي دغوات بيربونديكولير. دابا نشوفوا لي زابليكاسيون على هاد الدرس.
من بين المسائل اللي نقدروا نبينوا نقدروا اون بو مونتري لالينيومون دي بوين ا ليد دو كوفيسيون ديريكتور. مثلا عندنا مونترون كو لي بوين ا دو كوردوني 3 1 بي موان 4 موان 13 اس سي 0 موان 5 سون اليني. اش تنديروا هنا باش نبينوا هذا الشيء؟ اول حاجه خصنا دابا نشوفوا لا دغواط. يعني دابا الا بينا لا دغواط ا بي باغالين لا دغواط ا سي راه بينا بانه لي بوين ا بي سي سون اليني. يعني من اجل هذا الشيء اش غادي نديروا؟ غادي نحاولوا نلقاو لا بونت ديال ا بي ولا بونت ديال ا سي. ولا بونت ديال ا بي غادي نجبدوها من اي بي موان اي ا سور اكس بي موان اكس ا كيف تشوفوا هنايا. ها هي لا بونت غادي تعطيني موان 14 سور موان 7 اللي هي 2. دابا نشوفوا لا بونت ديال لا دغواط ا سي. يعني عندي ا و سي غادي نجبدوا منهم كذلك لي كوردوني اي سي موان اي ا وغادي يعطيني موان 5 موان 1 سور موان 3 اللي هي 2. دابا لقينا بانه لي كوفيسيون ديريكتور سون ايغو. الوغ لي دغواط ا بي اي ا سي سون باراليل اي بار سويت ا بي اي سي سون دي بوين اليني. حنا دابا اكتسبنا واحد الطريقه جديده باش نبينو لالينيومون دي بوين. دابا تيكون عندنا مثلا 3 بوين و تيخصنا نبينو واحد الكوردوني ديال واحد لو بوين. اش غادي نديرو؟ كالكيلو مثلا هنا اون كونسيدير لي بوين اللي عندهم هاد لي كوردوني هادو موان 4 5 6 موان 2 موان 3 اكس. دابا اكس هو اللي انكوني وين نجبدوه؟ قال لك كالكولي اكس ساشون كو لا دغواط او اف باس بار لو بوين جي. دابا انا عندي هاد لا دغواط هادي او اف. الا كانت جي باس بار او اف باس بار لو بوين جي يعني جي كي دايره غادي تكون ابارتيان لو اف. يعني الا بدا تكون جي ابارتيان لو اف. يعني الا كانت ابارتيان لو اف يعني او جي راه باراليل او اف. انا لا دغواط او جي باراليل لو او اف. وهذا الشيء اش قلنا؟ الا عندنا الباراليليزم راه عندنا لي كويفيسيون ديريكتور سون ايغو. هذا الشيء اللي درت هنايا يعني لو كويفيسيون ديريكتور ام او جي تيغالا ام او اف. سينيفي كو هذا الشيء غادي نترجمو حنايا بالحساب ايكغيك جي موان ايكغيك او. عندنا لي كوردوني ها هما وعندنا لي كوردوني ديال اف و او ها هما. غادي نعوضو بهم. حاجة اللي مجهولة عندنا حنا فقط هي اكس. غادي نخليو اكس موان 5 هنا موان 3 موان 4. غادي نديرو هاد لي كالكول هادو غادي تعطينا ايكواسيون دي بروميي دوغري اللي شفنا لا سوليسيون ديالها في الدرس ديال لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون. يعني هاد الشيء غادي يعطينا بانه اكس ايكال 43 سور 10 وهذه هي 4.3. يعني لو بوان جي ديالنا هو موان 3 4.3 لا لوردوني. حنا دابا لقينا لوردوني اللي هو هذاك كان اكس. نشوفو واحد لو ديغنيي نشوف واحد لا ديغنييغ ابليكاسيون. عندنا ديتيرميني اون ايكواسيون دون ميدياتريس. دابا بغينا نشوفو ليكواسيون ديال الميدياتريس اللي هي واسط القطعة ا بي اللي هي كي باس باغ لو ميليو اي لي بيربونديكولير سور لا دغواط ا بي. دابا حنا عندنا اول حاجة خصنا نشوفو نفيريفيو اش نفيريفيو بانه راه اي اي لو ميليو دو ا بي. حنا شفنا بانه في لي كوردوني بانه خصنا نديرو اكس ا بلس اكس بي سور 2 يعني 7 بلس 3 سور 2 غادي تعطيني 5 هي اكس وهي بالفعل اكس اي. ودرنا ايغريك بلس ايغريك بي سور 2 عطاتنا حتى هي موان 3 وهاد موان 3 هي ايغريك اي. يعني لقينا بانه اي هي لو ميليو دو ا بي. امر اخر قال لك دوني لو كويفيسيون ديريكتور دو لا دغواط ا بي. حنا غادي نحسبوا هذاك ايغريك بي موان ايغريك ا سور اكس بي موان اكس ا غادي يعطيني لو كوفيسيون ديريكتور ديالي موان 4 سور موان 4 اللي هي 1. دابا لقيت لو كوفيسيون ديريكتور ديال ا بي ديال هاد لا دغواط هادي اللي هي ا بي وعندي لي كوردوني ديال اي. دابا قالوا لنا عطيني ليكواسيون دو لا ميدياتريس دو ا بي. دابا يمكن لينا نجبدوها. علاش؟ لانه تنعرفوا بانه دلتا بيربونديكولير ل ا بي هادشي باغ ديفينيسيون. وقلنا دابخي هاد البروبريتي اللي شفنا بانه لو برودوي ديال اب ديال دو دغواط بيربونديكولير البرودوي دو كوفيسيون دو دو دغواط بيربونديكولير ايت ايغال ا موان زان. يعني ام ديال اب بي مضروب في ام ديال دلتا هو موان زان.
علاش غادي ندير هنا؟ انا شني ما تنعرفش ام ديال دلتا، وعلاش تنقلب؟ هو ايتيغال موان زان سيغ ام ديال اب بي، وقلنا ام ديال اب بي هو ان، غي موان زان سيغ ان هي هي. دابا لقينا لو كوفيسيون ديريكتور، باش نلقاو ليكواسيون ريدويت اش قلنا؟ خصنا دو غيال اللي هما ام كوفيسيون ديريكتور و بي اللي هو لوغدوني الوريجين. دابا بقى لنا لوغدوني الوريجين، حنا عندنا بويسك اي ابارتيال دلتا، لانه هو الميليو ديال اب بي، و دلتا باس بار اي، يعني اي فيريفي ليكواسيون اش ليكواسيون ديال دلتا، لانه ليكواسيون كي تكتب دابا ديال دلتا تكتب على شكل موان اكس بلس بلس بي، لانه لقينا لو كوفيسيون ديريكتور هو موان زان. دابا بقى لنا بي نحددوه، اش غادي نديرو؟ غادي نقولو بويسك اي ابارتيان دلتا، الوغ ايغريك اي ايتيغال موان اكس اي بلس بي، و اكس اي و ايغريك اي تنعرفوهم، يعني يكفي انه نكتبو بي ايتيغال ايغريك اي بلس اكس اي، و هادشي غادي يعطيني موان 3 بلس 5 اللي هي 2. دابا لقيت بي وعندي ام اللي هو موان زان، اي لون ريزولت كو ليكواسيون ريدويت دو دلتا اي ايغريك ايتيغال موان اكس بلس 2. وارجو ان تكونوا استفدتم من هذه الحصة، وأرجو لي ولكم النجاح والتوفيق، ولا تنسوني من تشجيعاتكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.